ما تخلص يالا، ما تهمنيش معاك. انت اسمك ايه يا باشا؟ انت ليه حاقر في نفسك كده؟ خدامك عبد الجليل، لما اقصى من الدويقه. الدويقه كنت بتعمل ايه بقى عند الجامعه؟ شغل وركس. شغل؟ انت بتشتغل ايه يالا؟ انا منظم. منظم؟ قصدي يعني حضرتك منظم وقفات احتكاكيه ومظاهرات. يعني نعمل ايه يا باشا بقى؟ نعمل ايه؟ اه ربنا قال كده. شغالي بالظبط يعني عشان افهم. يعني يا باشا زي ما تقول كده، انت عارف البلد، البلد لما اوظه يعني ايه؟ البلد حالها واقف، لو ان دول وصل لغايه البلعوم، فربنا رزقنا بقى موضوع المعتصمات والمظاهرات ديت عشان خاطر اللقمه نعض فيها. نعض فيها ولا ما نعضش يا باشا؟ نعض ولا ما نعضش؟ نعض ولا لا؟ انت يالا فهمني، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ هقول لك يا باشا، انت عارف العمال بتوع عمر افندي وبتوع المحله الكبرى بتوع الغزل والفسيق دول لما يحبوا يبعبعوا بقى خلاص يجيبونا احنا عشان خاطر ننظمهم بقى في المعتصمات بتاعتهم ديت، ونرتبهم بقى كده القصير ورا والطويل قدام وكده. وكمان دمنهور الاهلي برضو، دمنهور الاهلي ساعات برضو بيجيبنا في الارترس وفي الحاجات ديت عشان خاطر ننظمهم وكده يعني. وياك ياك حد يتكلم ولا يفتح بقه ولا يكسر حاجه، كله بيكبرني ويخطرني في الموقف. اه بس يعني زي ما تقول حضرتك كده يا باشا، سايس. سايس؟ اه لا يا باشا، لا مش سايس التاني، سايس عربيات، ده سايس بني ادمين. اه ساعات كده اليوميه يعني يطلع لها في حدود 50 60 جنيه حسب ما ربنا يرزق يعني. بس انت عارف يا باشا، انا مش عارف المظاهرات دي عملوها ليه، ولا حتى بيقولوا فيها ايه، بعد كله كلام غريب كده. انا مش مع العيال الراكش اللي هو بق ديت ابدا. لا طب بس 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 اركن لي انت بقى على جنب كده وراح شويه، استناني شويه. امرني كبير، امرني. وانت هلا اسمك ايه؟ كريم عبد العظيم، سنه رابع حقوق. اه وطبعا يا كريم انت مالكش في الموضوع، انت كنت رايح عند الجامعه عشان تشرب عصير. اه ما احنا ناس مفتريه، بنمسك الناس اللي ماشيه في الشارع عادي كده ونسيب الناس اللي بتعمل شغب ومظاهرات، مش كده؟ لا يا فندم، انا دخلت المظاهرات وانا عارف انا بقول ايه وبعمل ايه كويس قوي. هو ده يا باشا، هو ده الواد يا باشا. الناس كانت مكبراني ومخطراني في المظاهره يا باشا، ومحدش قدر يفتح بقه. الواد اول ما دخل المظاهره يا باشا فرتكه فرتكه وهيج الدنيا. انا عايز اليوميه بتاعتك 50 جنيه. نزل ايدك يا عم الحاج انت. الله ولا انت حق يا باشا، ولا انت حق يا باشا. انت هلا ما تزعلش في المكتب، ما تتكلمش لما اقول لك. مرني كبير، انت فاهم ولا لا؟ مرني كبير. وانت بقى معترض عليا يا استاذ كريم؟ طب مش الاول تخلص دراستك وتتخرج وتتحمل مسؤوليه نفسك وبعد كده تبقى تتنيل تعترض تعمل مظاهرات؟ لما الصهاينه ينزلوا ضرب في اهالينا في غزه وفلسطين واحنا بنحتفل معاهم بعيد الثوره، تبقى دي خيانه عظمى، وبقى الدم خلاص بقى ميه، واحنا ليه ممكن نسكت على كده؟ انت ابوك بيشتغل ايه يا ابني؟ ابويا ميت. السلام عليكم. المهندس زاهر عبد العظيم. نعم. لا الحقيقه بس انا كان اخويا كريم اتمسك في مظاهره قدام الجامعه ولفيت عليه في كل الفروع، والاخر عرفت ان هو موجود هنا يعني. انا بس والله كنت عايز اطمن والدته عليه يعني. طب هات البطاقه واستنى بره. اتفضل. عبد الجليل، عبد الجليل، عبد الجليل، قول لي يا اخويا إلهي ما يشحطك وليا، إلهي بعد الشر بعد الشر يبتليك بنصيبه يا اخويا، بعد الشر بعد الشر. ابني عبد الجليل، عبد الجليل شعبان، هو طيب وغلبان، هو اللي شايلني، هو اللي بيأكلني وبيشربني وبيشيلني وبيوديني وبيجيبني. أشوف ولاي صورك، أشوف ولاي صورك، اسمه عبد الجليل شعبان. يا ستي وجعتي دماغنا، استنيه بره بقى. يا سيدي ما توجعك ولا تتفرق انت واللي خلفوك، قول لأمك مستنياك بره، عايزة أطمن عليه، عايزة أحس إنه ابني. حرام عليكم مفتريين يا ظلمة، أنا حبيت على الرصيف مش قايمة إلا لما أشوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. حرم يا شيخ حسن. حرم يا شيخ. جمعا إن شاء الله. احنا كنا عاوزينك في كلمتين يا شيخ حسن. تفضلوا. خير إن شاء الله. الشيخ عمران عبد الله بيبعت لك السلام وبيدعي لك ويقول لك ربنا يوفقك ويثبت خطاك دايما ان شاء الله. ان شاء الله. هو لسه في المعتقل؟ خارج قريب ان شاء الله، واحنا عايزين منك خدمه يا شيخ حسن. ان قضيتها ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك اعظم مكافاه. خدمه ايه؟ قبل ما نقول لك خدمه ايه يا شيخ حسن، انت ايه رايك في اللي اقاموا علاقات وصلح مع اليهود الصهاينه؟ ومش بس كده، دول ايه؟ بياكلوا ويشربوا معاهم كمان. منافقين. ربنا سبحانه وتعالى توعد المنافقين بعذاب أليم. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. هل تتصور يا أخي أن يوجد معبد يهودي في مصر بجوار مسجد وبيت من بيوت الله؟ ومش بس كده، دول بيشتغلوا في إصلاحه لغاية ما يبقى صرح ضخم كمان ومزار لله يعود من الدنيا كلها. قادر ربنا سبحانه وتعالى يحرقهم بجاز. ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. مش فاهم. الشيخ عمران قال لنا ان ربنا حباك بمنحة وموهبة لا يوجد لك مثيل في الدنيا ابدا. احنا يا شيخ حسن عايزينك تعمل لنا قنبلة. قنبلة؟ شوف يا شيخ انت وهو، انا من يوم ما خرجت من المعتقل وخلاص سبت الحكاية دي خالص، وكتبت ورقة على نفسي بكده، والورقة عهد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وبقلبه وبلسانه. وهذا أضعف الإيمان. شوف يا شيخ، أنا ما أسهل عليا إن أعمل لكم القنبلة. عظيم. والأسهل إنكم ترموها وتفجروها. جميل. لكن إيه الصعب؟ الصعب في الحكاية دي اللي هيحصل من جراء تفجير القنبلة. إيه اللي هيحصل؟ إيه؟ هيروح فيها أطفال وشيوخ ونساء ومدنيين ومسلمين وغيرهم. هيروحوا شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. شهداء؟ أي نعم. شوف يا شيخ، بلغوا عني السلام للشيخ عمران وقولوا له الشيخ حسن ساب الطريق ده تماما وما عندوش أي استعداد يرجع له تاني خالص. على إذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.